بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. النهاردة عندنا حلقة فتات لطيفة جدا جدا، فيها أفكار متنوعة تقدروا طبعا أنتوا تختاروا المناسب ليكم. هنعمل أول فتة هي الفتة المصري بالخل والثوم. في ناس بتعمل لها صلصة وفي ناس لأ، فالخل والثوم كده كده أساسه واحد، بعد كده تقدروا تزودوا الطماطم والصلصة أو ما تزودوهاش، وبقيت بقى كل المكونات ثابته معانا ان شاء الله. هنعمل فته باللحمه الموزه اللي هي اللحمه احنا مستخدمينها كمان بالعظم، كل ما تكون بالعظم كل ما تكون احسن، لانه ده بيدي شوربه نكهه اعلى بكتير جدا جدا. انا مستخدمه هنا موز ضاني، انتوا تقدروا تستخدموا اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله. فعندنا هنا موزه بالعظم، ولسلق الموزة عندنا بصل وجزر وكرات، زعتر، فلفل حصى وحبهان ومستكة ولورة ومية، وتقدروا تسلقوها بالبصل والحبهان مع الفلفل فقط لا غير، مفيش مشكلة. اللحمة الضاني لو ريها ريحة نفاذة قوي زيادة عن اللزوم، ده معناه ان مرعاها مش كويس. يعني اللحمة الضاني ليها ريحة مميزة بس مش ريحة منفرة او قوية زيادة عن اللزوم او يعني غير مستحبة، لا، هي ريحتها مميزة فقط، ده يبقى مرعاها حلو. لو الريحة نفاذة زيادة عن اللزوم ويعني وصلت كده انها تكون غير مستحبة، يبقى ده المرعى مش كويس، تغيروا على طول المصدر اللي بتجيبوا منه اللحمة. بعد كده عندنا رز مصري ابيض، مرضتش اعمله معاكو علشان مزهقكوش، لان طبعا عملناه كتير جدا مع بعض، بس انا الرز بتاع الفتة زي ما انتوا عارفين بعمله نص ونص، نص مية ونص شوربة. المقدار بتاع الرز المصري كوباية سائل سخن لكل كوباية رز، وفي الحالة دي نصها شوربة ونصها مية. بنعاير بنفس الكوباية اللي بنعاير بيها الرز بعد ما نغسله وننقعه ونصفيه. أنا طبعا أنتوا عارفين برضو أن بدي للرز المصري أو الرز بصفة عامة مستكة وحبهان مع الملح والفلفل، ده مش بدي بقى لأن أنا ببقى حاطة في الشوربة، فخلاص ما فيش داعي أن أنا أرجع أنكه الرز مرة تانية. لكل كوباية من الرز معلقة صغيرة ممسوحة من الزيت. في العادي بدي لكل كوباية من الرز معلقة كبيرة، معلقة أكل مش غرف، نصها سمنة بلدي ونصها زيت. في الحالة دي أنا ما بحطش الكمية دي كلها، بحط نصها يعني ربع وربع. ليه؟ لأن عندي شوربة والشوربة عندي يعني تقيلة حلوة، ف يعني دسمة، فما فيش داعي ان انا احط المقدار كله بتاع المادة الدهنية. عندي كمان هنا العيش البلدي بتاعنا اللي بالردة، قطعناه مكعبات، قدامكم حل من الاثنين. الحل الاول انكم تحطوه على صاج وتحطوا عليه سمنة بلدي وملح وفلفل وتدخلوه الفرن، او انكم تقلوه في زيت غزير ولما يطلع تدوله ملح وفلفل. بعد كده بقى للخل والثوم عندنا سمنه بلدي، ثوم مفروم، وخل ابيض مع الملح والفلفل، دول الاساس. بعد كده نقدر ان احنا نزود الطماطم المبشوره والصلصه علشان ناخد الخل والثوم بالصلصه، وده بيبقى اختياري. وطالما حطينا الطماطم بحط المعلقه الممسوحه سكر، ولو اني في الخل والثوم حتى لو مش هحط طماطم بحط سكر عشان الخل اعدله شويه، وبناخد طبعا من شوربه اللحمه. هي فين الشوربه يا حبايبي؟ بعد كده علشان احمر اللحمه قدامي حل من الاثنين، يا اما سمنه بلدي وملح وفلفل وحبهان ومستكه وقرفه، يا اما بحط صلصه وعسل ابيض مع السمنه وادهنهم وادخلهم الفرن. الطريقتين صح والطريقتين حلوين زي ما انتوا عايزين. نبدا بقى بسم الله. انا عندي حله هنا فيها ميه سخنه، بنزل عليها المنكهات. ادي البصل، بسم الله، الجزر، الكرات، وبعدين بنزل بالتوابل او البهارات او الاعشاب. هاخد زعتر، مستكة، فلفل حصى اللي هو الفلفل الصحيح يعني،
مش مطحون، اسود طبعا، لورا، حبهان، قرفه. بنسيب الاول الخضار مع التوابل ياخدوا غلوه علشان الميه تكون متشبعه بالطعم، تمام؟ وبعد كده بنبتدي ننزل اللحمه وبنسيبها لحد ما تستوي، وبعد كده بناخدها نصفيها ونصفي شوربتها عشان نبتدي نكمل بقيه الايه؟ بقيه الوصفه. بناخد الاول دي هنا كده ننزلها. بسم الله. وبنغطي عليها. ودايما سيبوا حته مفتوحه كده في الحله بتاعه السلق عشان ما تفرش عندكم الميه وتبهدل لكم الدنيا. كده أول خطوة عملناها اللي هي سلق اللحمة. ممكن تسلقوا اللحمة من الصبح وتطبقوا الفتة وقت الغداء، لأن عادة الغداء كمان في العيد بيكون متأخر شوية، أو في الغداء في العام يعني. أو ممكن تسلقوا اللحمة من قبلها بيوم وتحمروا العيش من قبلها بيوم وتعملوا الخل والثوم من قبلها بيوم. يبقى يوميها ببتدي أعمل الرز وأسخن اللحمة بشوربتها وأبتدي أطبق الحاجات كلها مع بعض. أنا ما بحبش أشيل اللحمة في الشوربة والشوربة فيها الخضار، يعني دي وجهة نظري أنا، بحس إن الطعم بيتغير وبيبقى قابلية إنها تبوظ أعلى كتير عشان وجود الخضار. فأنا دايما بفضل إني أصفي الشوربة وأحط اللحمة في الشوربة متصفية وأشيلهم في التلاجة لتاني يوم أو لوقت الغداء، تمام كده؟ طيب يبقى ادي اول خطوه اللي هي بتاعه سلق اللحمه، ودي احنا كنا اصلا سبقناكم طبعا فيها لان بتاخد شويه وقت. فادي اللحمه الموزه بتاعتنا اللي مسلوقه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها مع بعض ومستويه سوى كامل يا جماعه، مش تلات ارباع ولا نص ولا اي حاجه، ده سوى كامل، تمام؟ اي قطعيه لحمه عندكم هتعملوها بنفس الطريقه مفيش مشكله. هبتدي دلوقتي احمر اللحمه دي. خليني بس نعمل كده عشان تشوفونا كويس، نلف كده بس. هحط هنا سمنه بلدي، سمنه بلدي صفراء او بيضاء، طبعا انتوا عارفين الصفراء بقري والبيضاء جاموسي زي ما انتوا عايزين اللي موجود. بحط يعني بصوا يمكن فص ثوم، وانا الحقيقه في العادي بحطه صحيح في البيت يعني علشان خاطر ما يتحرقش بسرعه. ملح، فلفل اسود، زعتر، مستكه، قرفه، حبهان، لورا، وبعدين ابتدي انزل اللحمة. طيب هنا ممكن تحطوا صلصة معاها على النار وممكن لا. لو هتحطوا الصلصة بدمج الصلصة بمعلقة عسل وبدهن بيها اللحمة. الحقيقة يعني أنا الطريقة اللي بعملها على النار لا بحط العسل ولا بحط الصلصة. امتى بحط العسل والصلصه؟ لو هدخلها الفرن. في الحاله دي بجيب السمنه بسيحها وبحط عليها الصلصه والعسل مع بقيه التوابل اللي احنا حطيناها، وبقوم دهن بيها اللحمه، وطبعا ده احنا عملناه برده مع بعض قبل كده كتير، وبحطها تحت الشوايه في الفرن. بس انا قلت المره دي نعملها بالطريقه التقليديه خالص اللي هي تحمير اللحمه العادي. بعد كده بسيب اللحمة هنا تاخد وقتها، مش عايزين ننشفها قوي خلوا بالكم. وبعد كده بروح اعمل الخل والثوم اللي هو اساس الفتة. هنا هحط سمنة بلدي، بسم الله، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، بحط عليهم خل ابيض،
ممكن نقف لحد كده. اه ممكن نقف لحد كده وممكن نكمل ب الطماطم. دي طماطم مبشورة بدون القشر بتاعها، ودي صلصة، صلصة طماطم أو معجون طماطم. رشة سكر بسيطة جدا قد نص معلقة صغيرة، وكوباية من الشوربة، طبعا شوربة اللحمة اللي احنا سلقناها وصفناها كده. احنا عملنا الخل والثوم، جهزنا العيش، جهزنا الرز. ما استخدمناش العسل زي ما قلت لكم علشان ايه، عملناها على النار. طبعا ممكن برضو تستخدموا السمنه والعسل مع السمنه على النار زي ما قلت لكم، بس انا حبيت اعملها بالطريقه الايه التقليديه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دي هنا خلاص هتتركها من على النار. وهنا هنقلب اللحمة. وبعدين هنطلع بقى فاصل لحد ما الناحية التانية بتاعت اللحمة تاخد نفس اللون، وهنرجع عشان نطبق مع بعض طبق الفتة ونشوف هنعمله ازاي. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب احنا هنطبق مع بعض دلوقتي الفتة المصري، بس خلوني اقول لكم على تاني نوع من انواع الفتة اللي هنعمله النهاردة، وهي فتة الشاورما. هستخدم شاورما لحمة، انتم ممكن تستخدموا شاورما فراخ، ما فيش اي مشكلة خالص. يعني كل هتعملوه انكم هتبدلوا شرايح اللحمة بشرايح من الفراخ. عندنا لحمة شاورما، عندنا استخدمنا هنا الرقاق بدل العيش كنوع من انواع التغيير، ولكن طبعا برضو لو عايزين تعملوها بعيش بلدي متحمر او متحمص في الفرن مفيش مشكلة، عايزين تعملوها بعيش شامي برضو مفيش مشكلة، اللي هو العيش الابيض يعني عندنا في مصر. لكن احنا استخدمنا الرقاق، جبنا الرقاق سواء كان طري او ناشف، قطعناه مكعبات، و يا اما قليناه في الزيت غزير وادينا له ملح وفلفل، يا اما ادينا له شويه زيت او شويه سمنه ودخلناه الفرن برشه ملح وفلفل برده زي ما انتم عايزين. بعد كده عندنا رز بسمتي اصفر مستوي. برضو انا الحاجات دي مرضتش الصراحة ان احنا نعملها النهاردة مع بعض، لان عملناها كتير قوي وموجودة على اليوتيوب بكل تفاصيلها، فمرضتش ازهقكم. الرز البسمتي هنا ممكن يبقى رز مصري طبعا عادي مفيش مشكلة. طيب بناخد اللون ده منين؟ اللون ده بناخده يا اما من الكاري يا اما من الكركم. ولو عايز اعزز اللون قوي بديله بودرة زعفران اللي هو لون الطعام الاصفر. زي ما قلنا البسمتي طبعا انتوا عارفين لكل كوباية كوباية ونص لكوبايتين من السائل السخن، انا استخدمت هنا مية، معلقة اللي هي معلقة الاكل مش الغرف، نصها زيت ونصها سمنة او زبدة، وطبعا معلقة ملح ممسوحة لكل كوباية، وعايره بنفس الكوباية اللي عايرته بيها الرز. بعد كده التسوية زي الرز المصري بالظبط، غلوتين على نار عالية، أول ما الاقي المية اللي كانت عقلة صباع فوق الرز نزلت تحت الرز ولسه ما تشربتش بوطي النار، بغطي وأحسب تلت ساعة بدون ما افتح عليه وبدون ما أقلبه. تمام كده. بعد كده عندي بقدونس وبصل وطماطم، توابل شاورما هتلاقوها في السوبر ماركت، هتلاقوها عند العطار، وهتلاقوها في الحلقات بتاعت البهارات بتاعتنا لو انتوا عايزين تعملوها في البيت. عندي لوز محمص اختياري للتقديم. الصوص هنا هستخدم زبادي وطحينة وثوم مفروم وملح وفلفل، وممكن تستخدموا طحينة بس وما تحطوش الزبادي، لانه صوص الزبادي عندنا في مصر ما هوش من الحاجات المعروفة قوي او يعني اللي احنا بنستخدمها قوي. ايه اللي هعمله؟ انا اولا سخنت الوك كويس قوي، بسم الله، هاخد معلقة من الزيت او السمنة او الزبدة او نص ونص زي ما انتوا عايزين. هنزل اللحمة، بسم الله،
وهحط على اللحمة بهارات الشاورما فقط دلوقتي، ومش هقلبها على طول عشان ما تنزلش ميتها. وهاجي في البولة هنا هحط ثوم مفروم، رشة ملح ورشة فلفل. في ناس ما بتحطش فلفل، ما فيش مشكلة، أنا بحط فلفل، فلفل بسيط. يبقى ملح وفلفل وثوم في البولة هنا عشان نعمل الصوص بتاع الفتة. هحط الطحينة الخام، هحط الزبادي، هقلب. حطينا ايه هنا؟ ثوم، ملح وفلفل، زبادي وطحينة. انا العادي بتاع صوص الزبادي ده انه الطحينة بتبقى اقل من الزبادي كتير، انا حطهم قد بعض، لان احنا في مصر يعني نحب الطحينة مع الشاورما اكتر. نقطة مية سخنة كده عشان اظبط القوام، عشان ما تبقاش تقيلة زيادة عن اللزوم، ولا طبعا خفيفة برضو زيادة عن اللزوم. بس كده يعني تقريبا حطيت نص كوباية مية سخنة. الصوص ده ممكن يبقى سخن، ممكن يبقى في درجة حرارة الغرفة، وممكن يبقى ساقع زي ما انتوا عايزين. يبقى جهزنا كمان الصوص. وجهزنا الرز، وجهزنا الرقاق الايه المحمر واللوز كمان. يبقى كده حاجة التقديم كلها جاهزة. هنيجي هنا للشاورما نقلب. ونسيبها تكمل تسويتها. وفي الوقت اللي هي بتستوي فيه تعالوا بقى احنا نقدم الفتة المصري. بنحط العيش، العيش البلدي طبعا بقى الكميات قد ايه، في ناس تحب العيش كتير، في ناس تحبه قليل، زي ما انتوا عايزين. عيش بلدي، شوربة من شوربة اللحمة اللي احنا سلقناها وصفناها، الخل والثوم، وبعدين العيش قليل قوي 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 فانا هجيبه للاطراف عشان يبقى باين، لكن طبعا الطبق لازم يبقى مليان مليان بالعيش، ما ينفعش ان هو يبقى قليل قوي كده، يعني العيش قليل بزياده. وبعدين هحط الرز، وانا بحب لما احط الرز احط شوية شوربة تاني بسيط، وبعدين ابتدي احط اللحمة هنا. بسم الله. عايزين بقى تحطوا شوية صلصة على وش اللحمة ممكن، عايزين تخلوا الصلصة على جنب ممكن، زي ما انتوا عايزين مش هتفرق. هنا بقى الشاورما دخلت في التسوية، لكن اللحمة لسه ما استوتش سوى كامل، يعني تلات ارباع سوى تقريبا. ابتدي بقى احط فص ثوم، طماطم شرايح، بصل احمر شرايح،
وممكن ابيض طبعا، بقدونس، واقلب تقليبه. هسيب الربع التسوية الأخير مع الخضار، منها ياخد من الطعم ويدي طعم جوه اللحمة، ومنها كمان ما يلحقش ان هو يدبل قوي ويفضل محتفظ بلونه وبقرشته. يبقى كده نجيب بقى الطبق بتاع فتة شاورما اللحمة علشان نبتدي برضو نغرفها لحد ما اللحمة تكمل تسويتها. هاخد الطبق هنا، هحط الرقاق، الرقاق انا مش بسقيه ولا العيش الشامي بسقيه علشان ما يبقوش كل حاجة هتحط فوقيهم سخنة، فعشان ما يبقوش ايه مبلولين قوي زيادة عن اللزوم. وطبعا طبعا اي فتة بنغرفها وقت التقديم على طول. ادي الرز البسمتي الاصفر بيليق معاها اكتر، لكن تقدروا تستخدموا رز مصري عادي خالص. والكميات طبعا حسب ال يعني عدد افراد الاسره وكده. بعدين هاخد الشاورما، طبعا ممكن تعملوها سندوتشات اكيد، وممكن بقى ايه فته على اساس تبقى ايه لايقه على الاجواء زي ما انتوا عايزين. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوها بالفراخ، فراخ شرايح، ونفس المقادير ونفس الطريقه ونفس كل حاجه، ما فيش اي حاجه هتختلف خالص. وبعدين هاخد من الصوص، ودايما طبعا الصوص نخلي بزياده عشان لو حد حب انه يزود يبقى يزود. عايزين تخلوه كله على جنب يعني ما تحطوش عليها خالص برده ماشي. هاخد شويه بقدونس فريش، وهاخد شوية لوز إذا متوفرين، مش متوفرين يبقى بلاش. يبقى كده دي فتت الشاورما وفتت اللحمة الموزة المصري اللي بالخل والثوم. ونطلع فاصل بقى ننظف مكاننا ونعمل الفتة اللي بعدها، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. قدمنا الفتتين اللي احنا خلصناهم، فتت اللحمه الموزه بالخل والثوم على الطريقه المصريه، وقدمنا كمان فتت الشاورما عملناها بشاورما اللحمه وصوص الطحينه مع الزبادي. يعني هي صراحة ميكس ما بين الطريقة الشامية والطريقة المصرية، ميكس ما بين الاتنين كده، بس لذيذة قوي قوي قوي. دلوقتي بقى هنعمل فتة كفتة. برضو فتة الكفتة دي ممكن تستخدموا فيها فراخ مفرومة بدل اللحمة المفرومة، مفيش مشكلة. عندي هنا خبز شامي او عيش شامي، انا حاولت ان انا اغير، بس انتوا ممكن تبدلوا في الوصفات عادي زي ما انتوا عايزين بالمتوفر عندكم. ده عيش شامي برضو نفس الكلام، مكعبات يا مقلي في الزيت واخد ملح وفلفل لما طلع، يا اما واخد رشة زيت ورشة ملح وفلفل واتحط على صاج ودخل الفرن زي ما انتوا عايزين. بدل الشامي ممكن يبقى رقاق، ممكن يبقى عيش بلدي، مفيش مشكلة خالص. بالنسبة للكفتة محتاجين لها لحمة مفرومة، ومحتاجين لها بصل، توم، وسبع بهارات او بهارات الكفتة زي ما انتوا عايزين، ومحتاجين لها عيش احنا شلنا الحروف بتاعته وبلناه بالمية، بل بس كده مش عايزاه يبقى فيه مية كتير، ولو فيه مية كتير هعصره بايدي. هعمل لها صوص عبارة عن
زبادي مع توم وملح وفلفل وعصرة ليمون. برضو ممكن الصوص يبقى جواه طحينة أو هو يبقى عبارة عن طحينة، مفيش مشكلة، ممكن من غير صوص خالص برضو مش هيجرى حاجة. ممكن نعمل لها خل وتوم من بتاع الفتة العادية، يعني كل ده ينفع مفيش مشاكل. طيب عندي هنا كبة، هحط البصل، هحط السبع بهارات، الثوم المفروم، رشة البقدونس، هحط اللحمة المفرومة، ضاني، كندوز، فيها دهن ما فيهاش دهن زي ما انتوا عايزين، وبعدين هحط العيش او لبابة العيش او قلب العيش، فينو او بلدي او شامي او توست زي ما انتوا عايزين الموجود، خدوا من العيش اللي متبقي عندكم ايا كان هو ايه، وطبعا ملح وفلفل اسود، واقفل واشغل الكبة. مش عايزاها تنعم قوي تبقى مية يعني اكنها عجينة، ولا عايزاها تبقى خشنة قوي فتشقق مني. باخد كده اشوف ايه الاخبار، بدأت تعمل الخيوط اهي، يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. اشكل اتشكلت وما فيهاش تشققات، يبقى لطيف قوي كده. بشكل كل الكمية وكلهم يبقوا حجم واحد وما يبقوش كبار قوي علشان ما تفضلش نية من جوه، وبحطها في التلاجة ساعتين. بعد الساعتين دول هجيب طاسة على النار، هجيب هنا طاسة على النار هسخنها كويس قوي، هديها معلقة من الزيت او الزبدة او السمنة او ميكس زي ما انتوا عايزين، وهقوم واخدة الكفتة ومنزلاها هنا. ينفع في الاير فراير، ينفع بخت زيت بدل معلقة الزيت، ينفع في الفرن لو مشغلين شواية فحم، ينفع على الفحم. اكيد شكل الكفتة برضو ممكن يتغير، مش لازم تبقى مدورة. وزي ما قلت لكم ينفع كمان تبقى كفتة فراخ. هاجي هنا في الطبق هحط العيش الشامي، برضو العيش الشامي انا مش ببله بالشوربة، كده كده كل حاجة هتنزل عليه سخنة. ينفع نحط رز هنا؟ ينفع جدا. عايزة تحطي رز ابيض زي اللي عملناه للفتة المصري، عايزة تحطي رز اصفر زي اللي عملناه للشاورما، مفيش مشكلة. اللي انتوا عايزينه انا هعملها من غير رز، بس على سبيل يعني ان يبقى فيه تغيير وان يبقى فيه برضو ساعة كده في الافكار، ما يبقاش انتوا مضطرين لحاجة معينة. فانا هاخد هنا يعني حاجة بسيطة قوي من البقدونس، فصين توم مفروم، عصرة ليمونة، زبادي او طحينة او زبادي وطحينة، رشة ملح، رشة فلفل، وهخلط كل ده مع بعضه. برضو ينفع تبقى سخنة، ينفع تبقى دافية، ينفع تبقى في درجة حرارة الغرفة، ينفع تبقى ساقعة من التلاجة. بتكلم على الصوص مش على الكفتة.
يعني بس لو في وحدتين كده مش واخدين الجنب اللي احنا عايزينه نتأكد انهم اخدوا الجنب اللي احنا محتاجينه وبس كده خلاص. دي هتتشكل كلها وينفع تتشكل وتتشال في الفريزر تبقوا تطلعوها بعد كده على الاستخدام على طول تعملوا بيها فتة او غيره، يعني مش لازم تبقى فتة طبعا. واخد الكفتة قلبها ما يكونش كبير قوي، يعني ما يكونش سمكها كبير قوي علشان تتأكدوا من التسوية. ينفع تحطوا رز عادي، انا حاولت بس ان انا استخدم كذا نوع عيش واستخدم كذا نوع رز واستخدم من غير رز بحيث يبقى انت عندكم يعني شوية افكار وشوية اختيارات وانتوا بعد كده ايه انطلقوا بقى بالطريقة اللي انتوا حابينها. بعد كده هقوم جايبة الصوص، ممكن تعملوا صوص جبنة بيبقى حلو قوي مع الكفتة زي ما انتوا عايزين. وبعدين رشة البقدونس كالمعتاد، عايزين تحطوا لوز محمص حطوا، حلو بس خلاص. وديها هناك مع اخواتها. يبقى احنا عملنا لحد دلوقتي ثلاث انواع من الفتة عشان يبقى عندكم تنوع في الافكار. طبعا اكيد مش هنستخدمهم كلهم في يوم واحد على نفس السفرة، احنا بنديكوا الافكار بس حبينا ان احنا نعمل الحلقة يعني كاملة عن الفتة عشان تبقوا متركزين معايا في التفاصيل، ولكن مش هنقدمهم اكيد كلهم على الترابيزة في يوم واحد، هعمل كل يوم حاجة. وعلى فكرة الفتات اللي احنا عاملينها النهاردة مش محتاجة حاجة جنبها، يعني ممكن طبق شوربة، عصير، طبق سلطة، طبق حلو، لانه الوجبة متكاملة على بعضها جوه الفتة، فانتوا مش محتاجين تضيفوا لها اي حاجة. عملنا مع بعض فتة الكفتة بصوص الزبادي، عملنا فتة الشاورما بصوص الطحينة، عملنا الفتة المصري بالخل والثوم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض بقى اخر نوع من انواع الفتة، هنعمل فتة بتنجان على الطريقة الميكس بتاعتي ما بين الشامي والمصري، وانت تقدروا تشيلوا اي طبقات او اي خطوات مش متوفرة عندكم او مش حابين انكم تضيفوها. الناس النباتية يقدروا يشيلوا اللحمة العصاج او اللحمة المفرومة، مفيش مشكلة خالص. طيب عشان نعمل فتة البتنجان، عندي بتنجان رومي انا بحب اسيب القشرة بتاعته وبحب اقطعه مكعبات وسط، وقليته في الزيت وصفيته. طبعا ممكن تعملوه في الاير فراير برشة من الزيت او بخة يعني من بخاخة الزيت، او في الفرن ببخاخة الزيت برضو للناس اللي عايزة تقلل في السعرات يعني هنا، او في الدهون بصفة عامة. هنا في عيش شامي برضو زي ما قلنا، يا اما مقلي يا اما محمص في الفرن واخد ملح وفلفل، ومع فتة البتنجان بديله رشة كمون كمان. البتنجان بديله رشة ملح ورشة فلفل ورشة كمون برضو. طيب العيش الشامي ممكن يبقى عيش بلدي، ممكن يبقى رقاق. هنا في رز مصري ابيض معمول من غير شوربة بمية عادي خالص، ومش واخد مستكة وحبهان، واخد ملح فقط لا غير مع الزيت فقط لا غير برضو، ما حطتلوش سمنة، وبرضو ممكن نشيله ونحط العيش بس. هنا في شوية عصاج من التحضيرات بتاعة الأسبوع بتاعتنا، اللي هو بصل مفروم، ملح وفلفل وسبع بهارات، حبهان ومستكة ولورة، نزل عليهم اللحمة لحد ما تعصجوا. بعد كده عندي للتقديم بقدونس ولوز، وللصوص الأول زبادي وطحينة وتوم وعصير ليمون وملح وفلفل وشوية لبن رايب، وممكن يبقى اللبن الرايب مية عشان نظبط القوام بتاع الصوص، ممكن يبقى زبادي بس من غير طحينة. بس الحقيقة الميكس ده بيبقى حلو جدا، بس أنا هنا عاملاه الطحينة أقل كتير من الزبادي.
تمام. بعد كده عندي صوص تاني، الصوص الأحمر. في ناس بتعملها من غير صوص أحمر، أنا بحبها بالصوص الأحمر جدا، فبحط لها ثوم وسكر وعصير طماطم وصلصة. طيب تعالوا نقول بسم الله ونشوف هنعمل إيه. احنا هنعملها بطريقة سهلة على فكرة، قوي قوي قوي، وهتعجبكم جدا جدا جدا. أوكي، أول حاجة عندي ووك على النار سخنة، بحط البتنجان، مش هحط اي ماده دهنيه لان انا قلياه، فده كفايه قوي. بحط على البتنجان الثوم، بصوا الحركه دي يعني برضو ايه يعني افتكاسه كده، بس بتبقى حلوه قوي قوي. معلقه واحده من الخل الابيض هنا، معلقه واحده. لو هتحطوا لحمه مفرومه مع الصاجه بتحطوها هنا، مش هتحطوه ما تحطوش عادي خالص، وبتبقى تحفه من غير لحمه برضو. انا شخصيا بحبها من غير لحمه اكتر من اللي بلحمه بكتير. وبعدين هنقوم واخدين عصير الطماطم، والحقيقه ما شاء الله عصير الطماطم حلو جدا، مش محتاج ان انا اضيف له صلصه فمش هضيف له. بصوا قوامه مظبوط قوي ومش محتاج، ولونه كمان، فلا حرام، يبقى كفايه قوي كده. تقليبه سخنوا مع بعض، ارفع من على النار، خلص ده كده. هجيب هنا الزبادي، الثوم، عصرة الليمون، شوية لبن رايب ربع كوباية تقريبا، الملح، الفلفل الأسود، اللي مش حابب يحط فلفل أسود ما يحطش، والطحينة. الطحينة دي ما شاء الله حلوة قوي، تقيلة قوي. وبعدين أقلب كله مع بعضه. ونفس الكلام تقدروا تبقى في درجة حرارة الغرفة أو ساقعة أو سخنة، ده بتكلم عن الصوص طبعا. أجيب بقى طبق التقديم عشان نبتدي نرص الإيه الطبقات. هاخد طبق التقديم هنا، اول طبقه العيش، ودايما بطلعه على الاطراف عشان يبقى باين، مش بحط لها اي شوربه او حاجه، وبعتمد على ان الحاجات هتتحط سخنه ولازم وقت التقديم علشان العيش ما يطراش زياده عن اللزوم. انا بحب جدا جدا احط لها رز ابيض، هي وفتت الفراخ الشامي، ولكن طبعا تقدروا ما تحطوش العيش، اسفه الرز. وانا هحط طبقه صراحه بسيطه ورفيعه عشان ما يبقاش طاغي برضو على الفته. البتنجان بقى طبعا، طبعا البتنجان ده تقدروا تاكلوه مع رز عادي خالص، مع عيش عادي خالص، من غير ما تحولوه لفتة بعدين اقوم جايبه الصوص. وبعدين اقوم حاطه طبعا اللوز اختياري ورشه البقدونس. في ناس بتحط لها دبس الرمان على الوش،
في ناس بتحط لها حبوب رمان لو موجودة في السوق يعني، احنا طبعا مش في الموسم بتاعه، ولكن برضو بتبقى لذيذة قوي معاه الصراحة، دبس الرمان وحبوب الرمان لو متوفر في السوق. يبقى دي كانت حلقتنا ووصفاتنا وأفكارنا للنهاردة. عملنا 4 وصفات للفتة، عملنا الفتة الشامي بالبتنجان، عملنا فتة الكفتة، عملنا الفتة المصري بالخل والثوم واللحمة الموزة الضاني، وعملنا فتة الشاورما بصوص الطحينة مع الرز الأصفر البسبتي. حاولنا كده ننوع لكم شوية في الفتات، يبقى عندكم كده ايه افكار، وطبعا في افكار اكتر واكتر على اليوتيوب من حلقاتنا القديمة، تقدروا برضو انكم ترجعوا لها. وصفاتي كفوكوا 4 ايام، جنبهم شوية سلطة، عصير، وحاجة حلوة، والموضوع انتهى على كده. دي كانت وصفاتنا وافكارنا للنهاردة، اللي بتمنى انها تكون عجبتكم، واكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفره.